ألقت حادثة تفجير حافلة القوات الجوية بظلالها على أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الذين استنكروا الحادثة الإرهابية، مطالبين بكشف المتورطين فيها ورفع اليقظة الأمنية. يؤسفنا أن يحدث انفجارات وعمليات اغتيالات تحدث في اليمن، هو دليل على الانفلات الأمني الذي لا يرضى به أي مواطن يمني، وطبعا مطالبين الجهات الأمنية والجهات الاختصاص بضبط الأمن وحماية المواطن اليمني، وخصوصا رجل الأمن الذي يتعرض لعملية الاغتيال أو عملية تفجيرات، وندين هذه العملية بشكل كبير. ونحن هنا في مؤتمر الحوار نحاول بقدر الإمكان أن نسيق مقررات دستورية أو قانونية لمعالجة هذه العملية التي تؤثر في عملية التنمية والاقتصاد والاستثمار داخل البلد. لا صوت يعلو فوق صوت الوطن الواحد، شعار يردده أعضاء الحوار الوطني الشامل، في حين أن الكثير في حالة قلق من توقف أعمال فريق القضية الجنوبية وتغيب ممثلي الحراك الجنوبي من حضور جلسات الحوار الوطني. الحوار الوطني انه يجب ان يستمر هذا الحوار الوطني، وهو يعتبر هو مخرج اساسي لنا لمشاكل كل اليمنيين. بالنسبه لموضوع الحراك، هو مكون اساسي في مؤتمر الحوار الوطني، وغيابه شكل خللا كبيرا في الحوار، حتى اننا في فريق بناء الدوله كلما اردنا ان نقترب من شكل الدوله توقفنا، ولهذا نحن نرى انه لابد من وضع حلول عاجله لاقناع الحراك بالعوده، فإن لم يعد فإن مؤتمر الحوار سيكون على المحك لغياب هذا المكون الأساسي. حتى أدبيا وأخلاقيا لا نستطيع أن نصوت على أي قرار في فريق بناء الدولة حتى يعود الإخوة في الحراك. مكونات جنوبية عقدت اجتماعا منفصلا على هامش مؤتمر الحوار الوطني، أوضحت ما تم التوصل إليه في اجتماعهم مع ممثلي الحراك الجنوبي السبت، معتبرين أن الاجتماع مؤشر خير للوصول إلى الحل. القرار الأول قرار استراتيجي لوحدة الرأي الجنوبي في مؤتمر الحوار، في مؤتمر الحوار الشامل، قرار توحيد آراء الجنوبيين في المؤتمر الوطني الشامل. القرار الثاني تشكيل مجلس تنسيق أعلى لكل فصائل العمل الوطني في مؤتمر الحوار. أيام قليلة على انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، يظل فيها الأمل موجودا في إيجاد حل لأهم التعقيدات التي تشوب بعض قضايا الحوار. محمد شمسان، اليمن اليوم.